لثلاثة أو أربع ساعات لازم ينوض يروح يدور يمشي يعاود يرقد، ولا يروح يعاود يشرب بالماء، ولا يعاود يرقد، ولا يروح لبيت الخالة ويعاود يرقد، لازم ينوض يدير هكذا دورة ويعاود يولي. فخرج من هذا المؤتمر باكيا، قال والله وأنا لما خرجنا بهذه النتيجة عرفت أن المنادي كل صباح يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة، وكأنه يقول الصلاة خير من الجلطات الدماغية. لقى عندنا بلي عندنا ميكانيزم رباني أنه كل يوم لازم تنوض قبل 8 تاع الصباح بثلاثة أو أربع سوايع وتؤدي هذه الفريضة اللي تعاود تجدد لك الأوعية الدموية، يعودوا يتفتحوا كاع، وبعد تعاود ترقد يعودوا يتغلقوا بالعقل، ما زال عندك وقت كبير. فسبحان الذي سخر لنا هذا الصيام. في ألمانيا أيضا، نحن الآن في ألمانيا، في ألمانيا هناك مركز للعلاج بالصيام. أقصد بالصيام هو الامتناع عن الأكل والشرب، هما مش يشوفوه عبادة، هما يشوفوه وسيلة علاج. قالوا لأن الإنسان إذا امتنع عن الأكل والشرب مدة 6 ساعات أو 7 ساعات، بعدها بعد ما الإنسان يأكل كل المخزون تاع الجسم دياله يبدأ يأكل في الخلايا السرطانية. فالقوا باللي الإنسان أقل شيء أنه يجب أن يصوم أو أن يمتنع عن الأكل والشرب مدة 10 ساعات أو غير ذلك 3 أيام في الشهر. ونحن في ديننا عندنا 3 أيام في الشهر وهما أيام البيض. الزكاة، احنا نتكلم هكذا باش الإنسان يبدأ يعرف بلي لازم تفهم بلي عندك دور في هذه الحياة، لازم نراقب الوقت تاعي. باش نعيش أنا بلا ساعة بلا ما على باليش، أنا عايشين باركو، والناس هذه الهضره الزايده تاع شغل المهم حكايتها موت عيش حياتك، هادو ما كانش حنا عندنا هذه، لانه ماشي هذه الحياه، ماشي هذه الحياه، هذا هذه فتره عبور، رانا ترانزيت، لازم نفهموا بلي رانا ميسيون. هاد الميسيون كاين اللي يجوزها في بني حواء، كاين اللي يجوزها في العراق، كاين اللي يجوزها في تلمسان، كل واحد وين يجوزها. لكن انت الان عندك ميسيون، شنو هي الميسيون تاعي؟ انه انا راح ندفع ثمن الجنه، هبطت انا باش ندفع الثمن تاع الجنه باش نعاود نطلع. انا عندي حياه تاع الصحه دي والو، شحال فيها؟ 60 سنه، اعمار امتي بين 60 و70. تصور انت 60 سنه، على بالكم احنا شوفوا 60 سنه شوك رانا خاربينها، تصوروا زعما احنا في وقت نوح نعيشوا 1000 1000 سنه، كارثه. احنا دوك 60 سنه تبان لي، انا تبان لي شغل في وقت نوح كانوا يلبسوا لي كوش، مازالهم شغل 60 70 سنه وبيبي صغير هذايا، وين ماشي محسوب قاعد. وحنا يدوك حنا الان هذه هي حياتنا. تسمى الانسان 60 سنه لو كان يتزوج 40 سنه، قاعد يقولوا 20 سنه يعيش مراه ودراري وكذا وخلاص. ذلك الانسان يحاول انه يستشعر قيمه موقفه في هذه الحياه. ولذلك الزكاه، شحال عندك دراهم؟ ما على باليش، ما على باليش اللي ما عندوش ماشي مشكل، بصح اذا كانوا عندك دراهم لازم تفهم باللي انت مسلم، عندك دور في هذه الحياه. ربي ما عطاكش المال خاطر يحبك، لا لا، ربي عطاك المال لمهمه، هذه المهمة التي أناطك الله عز وجل إياها، لازم تفهم بلي أنا عندي مهمة، أنا عندي حساب، لازم نكون نعرف ليش، لأنه لازم نخرج الزكاة، عندي 2.5 أو العشر ربع العشر لازم نخرجه باش نعطيه لفئة معينة، ماشي نبدا نمشي في الزنقة ونمد العباد وزعما أني داير مزية، لا لا، كاين نظام معين. هذا النظام يولي كل مسلم كونطابل، كل مسلم فينا كونطابل، علاش؟ لازم يولي عندنا حسابات، كل حاجة منظمة في هذه الحياة. ثم نأتي إلى المعاملات، نأتي إلى المعاملات المالية. الإنسان في هذه الحياة لازم يفهم باللي لم يخلق عبثا، عنده نظام يعيش به في هذه الحياة في جميع الميادين. لما تكلمنا عن العبادة، مش العبادة داخل المسجد، العبادة راهي واسعة في جميع حياتك، العبادة تضم جميع مجالات الحياة، كل حاجة الآن وعندها العبادة ونظامها المعين. لذلك لما نجيو المعاملات ما تتعاملش براسك، ماشي ديرها بعد تجي تسقسي قال يا شيخ وكيفاش المساله هذه، لا لا، نبدا نحوس على المساله الشرعيه، لان الله عز وجل احل البيع وحرم الربا. قلنا كل حاجه ربي جعلنا حب المال، ربي ما قالناش ما تحبوش المال، لا لا، نحبوا الدراهم، ديك الهضره تاع الدراهم زبل الدنيا وشغل، لا لا، كاين حاجه راهي منظمه، لكن عندنا نظام معين. خليوش المال هذا هو الذي يسيرنا ان يكون في قلوبنا. ولذلك الان جيوا المعاملات، نظم الله عز وجل حياتنا. هاوليك المصحف نعطيك، انا نقول لك قرا لي 60 حزب كملت ما شاء الله. صلي، قول لي ما نعرفش نصلي، صلي صلي ما نعرفش نصلي، كاين ما كانش صلاه، ما كانش كيفاش نصلي في الصلاه في المصحف، كاين كيفاش نصوم ما كانش،
كان كيفاش ما كانش كيفاش. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شرح لنا كيفيه الصلاه وكيفيه الصيام. لكن جينا الان كاين واحد النقطه، الله عز وجل هو الذي خلقنا نحب الدراهم، والله عز وجل يعلم انه معظم المشاكل تاعنا والخلافات تاعنا ماليه. اذا الميراث ربي اللي يقسم بادق التفاصيل باش ما تتخلطلكش، قولي حديث ضعيف وحديث احاد. ربي اللي يقسم المال، ربي اللي يقسم المال، قسم الميراث، قسم الذكر حظ الانثيين، وقسم النصيب تاع الولد ولادا لم يكن له ولد فلها الزوجه اذا ما كانش عندها دراري، اذا كان عندها دراري بادق التفاصيل. ولذلك باش نكسروا هذيك صورة أنه المرأة ما تورج، إحنا عندنا المرأة ما تورج، لا 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 لا، عندنا دين يسيرنا يا أخي. تخليش هذه الفكرة اللي ورثناها ربما تخليها تدخل جهنم باش مع الخير ولادك يستمتعوا وانت راك في القبر. يمكن القبر بعد يقسموك فريضة، بعد مع الخير انت ديت حق أختك. علاش؟ لأنه إحنا نظنها هكذايا، إحنا عندنا المرأة لا لا، علاش نسيب؟ مش تدخل نسيب، ربي اللي يقسم. الله عز وجل هو قسم هذا المال. نقول أيضا للمرأة ما تطلعش القرونقانات الحرية والنسوية وتولي تطالبي، لا لا أنا الحق لازم متساوي المرأة والرجل، ربي هو الذي قسم هذا الميراث. أطول آية في القرآن آية الدين، أطول آية في القرآن آية الدين. علاش؟ شوفوا مشاكلنا قاع في الدراهم، قاع في الدراهم مشاكل، قاع الناس ما يتهضروش يقول لك سلف له ما رجع ليش. كان يجي يصلي لهنا في الصف الأول غير دا الدراهم أراه في الصف الأخر، يخرج يصلي بيت الوضوء ويخرج. كانش سيدي ما زدت شفتو الان مشاكلنا علاش؟ لكن لما قلنا ربي يشهدوا، ربما قلنا هاو النظام المعين باش المال ديالك يحفظ، احنا ما نتعاملوش. ولذلك الشراكه ايضا فيها نظام، نظام ماشي هذه الشركه هلكه يكون في مكه هذا الكلام، هذا نخرجوا منه. نظام معين ما نشهدوش. لذلك الائمه الافاضل تلقاهم دائما يعيشوا المشاكل. قلت لهم مازال ما تلاقيش بامام عيطوا له جاوز الشركه، قالوا له يا شيخ والله العظيم غير ربحنا عليك والحمد لله هذا العمر انا ربحنا ونويناها وليك نصيب هدايا تاع الفائده تاعنا زيد الدين تاعي. لا لا يجوا غير كيضربوا مره امام، يعني انا عارفه مسكين مسكين زواج ماشي مزوج، قال لي جاوا ليه وقالوا له شيخ كذا باش نتفاهموا كذا، يعني بعظمه لسانه. قال لهم شحال؟ قالوا 600 مليار. قالوا 600 مليار هذو تداوسوا على شحال؟ تداوسوا 600 مليار تدوا انتم 100 مليار تا 400 مليار راكم ملاح، هادو قاعد تجي نقعد معاكم انايا مازال ما. ولذلك الانسان عليه ان يستشعر هذا الامر. ايضا الاسره، بناء الاسره يا اخوان، كيفاش نبنيو اسره؟ الانسان لازم يفهم باللي لازم الانسان عندنا نظام معين، كيف نبني هذه الاسره؟ كيفاش نتزوج؟ هذه المسؤوليه تاع اولاد، كيفاش ربي عطاني دراري؟ شفت كيما الشجره تبذر وانت تستنى الشجره تخرج ولا ما تخرج؟ ما على بالكش. كاين عزاب ما كانش على باله بلي هو لا ينجب حتى وين تزوج مسكين، صلى الله عز وجل ان يرزق كل عقيم. لكن الانسان لازم يفهم روحه بلي ربي اعطاك ذريه، قال كلكم راع كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لازم الانسان يستشعر بلي انا عندي مسؤوليه. هذه المسؤوليه هذا الطفل اللي راهو قدامي، هذا الطفل شوف الشمس راحت عاود ولات. هذا الطفل الذي امامي الان راه مسؤوليه في تربيته. احنا الان التربيه يا اخوان، خلوني نفتحوا قوس على التربيه. التربيه الان غرسناها في التغذيه، الدور ديالنا راهو غير في الرعايه، وكل شرب ولبس. يقول كان نوكلوا مليح ونشربوا مليح ونلبسوا مليح ونديه للطبيب. يا ودي هذا الراعي راهو يديرهم. نعرف واحد الناس اللي عنده كباشه ويدير لهم هكذا، يوكلهم مليح ويشربهم مليح ويحفف لهم الهضوره ديالهم مليح. حنا نحوسوا الى العلاقه، كيفاش نربيو اسره؟ انت راك في المسجد وليدك وين راهو؟ انت دوك وليدك وين راهو؟ هل انت الان تامر ابنك بالصلاه لسبعين وتضربه عليها لعشر؟ هل امرت وليدك الان بالصلاه؟ هل انت الان تعيط على وليدك كي ما يصليش؟ هل انت تعيط وتعلم له وتربيه على مبادئ، على تربيه على غرس العقيده الصحيحة في أبنائنا؟ احنا الآن نترباو على جيل يخاف من بولولو، يتربى الولد الصغير بعد بولولو الغول بولولو دا هادوك الناس الجنون، كاع يخافوا الجنون، زيرين كاع يخافوا الجنون. علاش؟ ربونا نخافوا الجنون. عباك الجامعة هذا مسكون، واحد ما يزيد يجي، الإمام وحده، بالك هو يزيد يرى الله أعلم على باليش، قال لك ولا ولاني.
المولفينهم بدك يروحوا لك شيخ، تخلعهمش او يقصر الشيخ، فهمت؟ قال او تلقى روحك الناس تخاف الجن، يخاف هذا، العلاج الخوف. وتلقى الان الشاب يجي يسب ربي، سب ربي لا يخاف الذي خلق السماوات والارض. قل له سب الجن، يقول لك لا لا الله يدنا وليك. لذلك يحتاج الامر يا اخوان منا ان نكون عندنا هدف، عندنا غايه في هذه الحياه. تفهم الان الدور ديالي، دورك كاب ما هو؟ اعطني الدور ديالك كاب. تفهم انت كنت تكيف، ربي يهديك. غير زادوا عندي الدراري نحبس انا، اننا مسؤول، ما نقدرش نتكيف قدام وليدي وبعد نضربه. كي نتلاقى بالوليد تكيف ما تقدرش تضربه. نعيط لروح وليد، علاش راك تكيف؟ انا حبيت نخرج كيما بابا. تسمع عجبني بابا يتكيف، راني ندير كيما هو. او حبي يخرج كيما انت. تسمع انت سبا، انت اللي كنت تبعته، انت اللي كنت تقول له شري لي هذه وهذه، وتقول له جيب لي هذه ودير لي هذه. لذلك الان يجب ان تستشعر مشعر القدوه. شفت انت كي تكون تصلي في البيت، الام كي تصلي في البيت ويجي الطفل بنتها صغيره تلبس، ولا يجي وليدك صغير عام ونص ويبدا يتعوج معك او يصلي، ماهوش يصلي. على بالك واش يدير؟ او يحق لك واحد الرساله، او يقول لك انا تقلب نتقلب. كيما دير ندير، تتعوج نتعوج. انت راك في راسه هو كتعوج، او يدير معك كبع رايس ولا ما على باليش، او يتبع فيك. ولذلك الان هذه الرساله حنا نضيعوها. هذه الرساله تعميق العلاقه مع الابناء. نعمق العلاقه مع ابنائنا، هل نعرف نحن ابناءنا؟ شوف ننصحكم بواحد النصيحه، جات والات يعني اللي يضيعها يعاود لي كيفيريها، واللي راهي عنده بالكم يضيعها. هذه عليها ندي حبه كابريس ليا انايا. لاننا رانا في جيل اخطر شيء تربوي الان في هذا الجيل الذي نعيشه، انه التقى اخر جيل تاع اليدويه مع اول جيل تاع التقنيه. هذا هو المشكل ديالنا، حنا اخر جيل تاع اليدويه. كي نقولوا جيل تاع اليدويه معناتها جيل اللي تربى بزرابط وتشبشاخ ماريكان ولورما وبالونشكارا، شكون هذا؟ ومن بعد تلاقينا بجيل ما يعرفش هكذا. شكون عطاو لك دلالي؟ قالوا لك ربيهم. جيت انت حبيت تربيهم كيما تربيت، قال لك لا ما تصلحش. اش راح تربيه؟ ماهوش فاهم واش راك تقول له، ماهوش فاهم. يعني اذا عطاونا جيل تاع التقنيه، هذا الجيل تاع التقنيه مع الجيل تاع ولد هذا الانفصال. العلاقه تاع الاسره، كاين انفصال في العلاقه تاع الاسره. من الذي جعل هذا الانفصال؟ هذا التوحد الذي يعيشه الاسره هو الهاتف. لذلك كان واحد الويفي تاع بكري، شفت المودام، مودام تاع بكري اللي كان يجمع العائله. هذا المودام تاع بكري الا زدت ضيعته الان في وقتنا، لانه دوك المودام هو اللي ولا يجمع العائله. غير تنحي لهم المودام يخرجوا كاع، واش كاين واش كاين، راح تليسيتي اما لا نرقدوا. لا نحكيوا شويه. انصحكم يا اخوتي في الله بمائده الطعام. ش طابله تاع الماكله بالكم تضيعوها. طابله تاع الماكله اخر دوكا رون بوان تاع البيت، يولي هو الرون بوان تاع الدار. اخر مائده تاع الطعام ما تضيعوهاش، كن صارم في المائده تاع الطعام. على خدش تاكلوا على 9 على 8 على 10 وقت ما كليت، المهم تدخل تقعد انت، وهذاك الوقت اللي تقدر تفهم انت الان وتعمق العلاقه. الولد شبع عينك ضاربت معامل مع ولد منصور، وبعد نسقسي منصور، لا ما تقولوش ما تضربش مع ولد منصور، يتمسخر بك، فهمت؟ ومن بعد الطفل علاش راهي ساكته، ومن بعد هذا كذا وهذا كذا، وانت الان راك تراقب، راك تشوف الولد هذا منين. لما يجيني انا انسان يقول لي يا استاذ وليدي لقيته يتناول المخدرات، هذا اعيشه يعني نقدر نقول لكم كل اسبوع. شحال عندهم لو يتناول؟ عنده 5 سنين. كيفاش عرفت انت؟ عندي شهرين. هذه غيبوبه تربويه، حقيقه غيبوبه تربويه. احنا نتعاونوا على ابنائنا هذو كاع، اولادنا رانا نتعاونوا عليهم، بصح غيبوبه تربويه. كيفاش عرفت بعد 5 سنين؟ كيفاش دوك وليدك الان ما تعرفش انت بلي يدخن بعد 3 سنين؟ لما انت ما تعرفش وليدك كذا بعد 4 سنين، علاش؟ لماذا؟ ما ناش نتلاقاو، ما كانش حوارات، لانه وكل شرب ورقد ونوض ومشي، والهدف ضاع من حياتنا. الهدف، شفت الهدف؟ لما الانسان دوك تلقى الناس اعطوني الفرحه، وراهي الفرحه. هيا يقول لك شباب، نقول لك حاجه شيخ، والله غير انا نشوف بلي لو كان نتزوج وندير اسره على بالي بلي حنولي سعيد. هذه هي كيشك تشوف زواج ما شاء الله. هيا مزوجين قولوا له، قولوا له لا تاع الصح. ومن بعد مزوجين يقولوا يا ودي ماشي حاجه، ما تزوجنا احنا، بصح رانا مازالنا كارين. زيد وبعد اللي عنده دراري مازال، وبعد يخدم في شركه
وعد لي ملفه ولي عنده دار ولي عنده كذا كذا، لان الانسان اخلدنا الى الارض، نسينا بلي عندنا هدف في هذه الحياه، وهو ان الانسان يحقق عباده الله، انه عبد لله تبارك وتعالى. لما يكون عندك العبوديه حق ان تحقق العبوديه لله تبارك وتعالى، تولي تعيش بواحد الراحه نفسيه، تعيش بواحد الاطمئنان، يولي عندك حسن الظن في الله تبارك وتعالى، يوليش البيطون، انت البيطون قدامك، لكن عندك واحد قوه اليقين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ولا يحتسب. عباك شو معناتها يجعل له مخرجا؟ شوفوا سطروا لي تحت كلمه يجعل، شو معناتها يجعل؟ معناتها مغلوقه مغلوقه مغلوقه، معناتها مغلوقه، هي مغلوقه انت حسابيا بالكالكيولاتريس ما تفريهاش انت، كالكيولاتريس انت شحال تخلص؟ 4 ملايين، تشري دار؟ والله ما تشري دار، شريت دار؟ اه شريت دار، كاش شريت ما على باليش؟ عندك سياره؟ اه بابا كان عنده سياره، ما عندوش بابا، خدمت كيما باباك؟ لا لا، إيه بابا كان يخرج على 4 تاع الصباح ويجي 8 تاع الليل، ومات مسكين ومازالنا عايشين فلوه، وبعد انت عامين ثلاثه شريت سياره، ربي رزقك. يجعل له مخرجا، يفتح الله عز وجل عليك بتقوى الله تبارك وتعالى. لذلك نختم بهذه القصه، احد الشباب من رجل واحد الشيخ قال يا شيخ انني خدام في واحد المحل ونخلص يعني ثمن بسيط، واني حاب نتزوج، راني حاب ندير دار. قال له اتق الله. قال له ما فهمتكش. قال له اتق الله. قال له هذه وين نصرفها انا اتق الله؟ شكون اللي حبي يقول له وين نصرفها؟ هذا شاك، هذا اتق الله. قال له انا قلت لك اتق الله. فذهب الى المحل والى عمله، وبعد بدا يفكر، قال والله لا اتقين الله، والله غنتقي ربي. فبدا يتقي ربي فيما يملك، في الشيء الذي يملكه. قال كان نخدم، اذا انا نوقف على الشيء تاع السيد. ولا ينوض 8 يجي على 7 ونص، يخدم يكمل يوقف يرفد يحط يدير يحاسب يسال الناس دراهم يجيبهم يكملوا على 4 ونص يزيد شويه 5 ويوقف سنتين. هو قال صاحب المحل شرى دار، حبي يشري دار، شرى دار باش يكملها باش يبنيها، فما يعرفش صاحب المحل. قال هذا الذي يعمل عنده، قال له شوف انا ما عنديش القو بزاف وما عنديش. قال له ماذا بيا لو كان توقف عليها، شري انت الفايونس اللي يعجبك ودير سقم ستف ودير. فبدا هو يشري يدير 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 حتى كمل الدار. كي كمل الدار قال له هاوليك، كما نقول لك المعلم ديالو، قال له هاوليك يا سيدي، قال له هاولي المعلم المفتاح ديالك وهذيك الدار راني كملتها كيما راك حاب. قالوا يما الدار هذه راهي ليك، وانا عندي طفله واحده وما لقيت حتى واحد يصلح لبنتي كيما انت، لانك رجل امين، فهيلك الطفله وهيلك الدار وهملك المحالات اوقف عليهم. فذهب اولي ذلك الشيخ في العرس ديالو، قال له يا شيخ، قال له ارواحك معروض لعرسي. قال له واش درت؟ قال له اتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه رساله لكل واحد فينا الان، راهي ضيقه عليه، راهي مزيره عليه، عندك انت يا عند ربي ما كاش مل، كاش حاجه مزيره، ما كاش مشكله عند ربي، كل الامر له حلول. لكن ابتلاءات، كاين ابتلاءات تاديبيه، ربي يبعث لك ابتلاء باش يادبك، باش تتادب وتعاود تسقم روحك. كاين ابتلاءات رفعيه، انه ربي يرفعك، يرفع الدرجه ديالك. هذا ما كان تلقى الان الاجر ديالك يوم القيامه تقول يخ لو غير زدت مرض. تيأتي يوم القيامة أن أصحاب الابتلاء قال لو أنهم يرجعون إلى الدنيا ويقرضون بالمقاريد، يتقطعوا بالمنشار. علاش؟ لما يشوفوا الأجر تاع الصابرين، والله يجزي الصابرين بغير حساب. ولذلك الإنسان لما يعاود يبدل ويعود إلى الغاية من وجوده ومن سر وجوده ويحقق هذا التوحيد ويعرف بلي أنه عبد لله الذي يملك خزائن السماوات والأرض، خلاص ما نزيدوش نبداو نتلاقاو بلونغواس واني كاره وما بانت ليش. ولدي هذه ما بانت ليش هي اللي تخلي الانسان يستعجل الحرام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بحرام، فاتقوا الله واجملوا في الطلب. فنسال الله عز وجل ان يهدينا. ومن صور تحقيق هذه وهو الادوار، انه الانسان عنده دور في هذه الحياه. اسمح لي شيخ على 5 دقائق معلش. ادواره في هذه الحياه، ولذلك الانسان لما يبدا يشوف في حياته يبدا يشوف بلي عندنا ادوار. كاين الان كاين ناس دوكا يلعب دور الاب وانت يلعب دور الابن، لانه علاش مازالهم والديك حيين. فالان انت الان عندك دور الاب والابن، وعندي دور الزوج، وعندي دور الجار،
وعندي دور الإمام وعندي دور كذا، فأنت الآن عندك عدة أدوار تلعبهم. ولذلك الإنسان لما يبدأ يفهم، يبدأ يفهم باللي الحياة مبنية على لعب الأدوار. تقدر أنت تلعب أدوار مع أبنائي، أو لعبت دور مع والدي لقيت هذا الدور ربي عاود أعطاه لي مع أبنائي، جبت المرأة هذه لعبت دور الزوج ما نقهرهاش المرأة هذه. ولذلك لما نعرف باللي خيركم خيركم لأهله، أنا ألعب دور الزوج، لأنه العبادة هذه قلنا متنوعة، العبادة واسعة، ماشي تضحك مع الإمام وتجيهنا وتبتسم وتضحك والناس جاي يحبوك، ولما تدخل للدار تولي تتفلعون أنت في الدار وتولي تضرب وتكسر، علاش قال الغالب هكذا لازم هكذا أنا عامل؟ لا لا، خيركم خيركم لأهله. فلما الإنسان يولي العبادة دياله يمشي بها في تجارته، يمشي بها في سوقه، يمشي بها في لعبه، في ضحكه، في مزاحه، في كل، في غضبه، حتى في الفراق، حتى في الفراق ربي ولنا آداب وإحسان كيف نتعامل حتى مع الحيوانات. تلك المرأة التي دخلت إلى الجنة بسبب كلب سقته، كلب سقاته، كلب سقات كلب، ربي دخلها الجنة. رجل كان يمشي لقى شوك على قارعة الطريق، نحاه أزاحه أدخله الله الجنة. فرضا حوسنا على هذا الرجل لقيناه عاش 70 سنة، فرضا زعما نديروا مثال، لقيناه عاش 80 سنة، باش دخل الجنة؟ ب 30 ثانية. شحال حد انت تضحي هكذا 10 ثواني، حنا نديروها 30 ثانية سيدي دنا. ولذلك كل واحد فينا عنده دور، ما تقولش باللي شوف عندي هاتف الآن أو البصمة ديالو، لما شفت باللي الهاتف هذا يتنفتح بالبصمة قلت سبحان الله، 8 ملاير إنسان في الدنيا ما يقدرش يفتح الهاتف تاعي، وما نقدرش نفتح الهاتف تاعك، لأنه كل واحد والبصمة ديالو في هذه الحياة، كل واحد والدور. ربي يعطاك قدرات وإمكانيات تحققهم. شو انت راك قاعد هنا، واحد ما يقدر يقعد في بلاستيك، فانت الان شغلت حيز في هذه الحياه، تقدر دوك تخرج وتكون اللقطه التي ستدخلك الى الجنه اللقطه اللي تخرج بها دوكا. جيت دخلت لقيت قطه، قلت والله غنشري لها بطايا ورحت حطيتها وراحت، وانت وبعد درت 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 في بالك يوم القيامه نجي عندي اعمال، وما ربي يقول لك بطايا ورحت هذيك اللي مديتها القطه هي اللي دخلتك الجنه. ما ديرش حسابات بزاف، لكن مطالبين حنا باش نديروا الخير، نعاونوا، نبتسموا، نعاونوا الناس، نتسامحوا، نتنازل عن 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 حظوظنا النفسيه حتى نحقق هذه الرحمه والسلام فيما بيننا. ودورنا الان كمسلم مع اخواننا في غزه ان ننصرهم، ننصرهم بالدعوه، ننصرهم بالمال. ان نعيم بن مسعود اول يوم دخل الاسلام في غزوه الاحزاب، جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني دخلت الاسلام ولا قومي لم يعلموا، يعني القوم ديالو مازال ما عرفوش. قال له مرني واش نقدر ندير؟ قال له انما انت فينا رجل واحد، فخذ ما استطعت، دير واش قدرت. بدا يخذ اللي يهضر هادو لهادو، وكان له دور. ولذلك الان دورك كمسلم، حنا ورثنا الاسلام، نظن لقيت انا بابا مسلم يما مسلمه، واش عندي؟ مت بالفرحه الحمد لله، وسنيين والحمد لله على سنه نبينا صلى الله عليه وسلم. هي فرحه كبيره، نعمه كبيره رانا نضنا بها. هذا هذا ما هو دورك الان في خدمه الدين؟ ما هو دورك في نفع عبادك المسلمين؟ فنسال الله عز وجل ان نترك بصماتنا في هذه الحياه، وان يوفقنا للهدايه وللثبات على هذا الدين، وان نكون مفاتيح خير للناس، مغاليق شر لهم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وبارك الله فيك.